لماذا ندرس التوحيد؟ لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد. خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى بان بنكار جين دم إبادات تجمبه قد دم بيتوحيد تجمبه الله سبحانه وتعالى. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. الله تعالى من تطول جوك لاي نورال تنوير رباه جين تنغ لاي كراو أمبي توحيد تجمبه لا يدخل الجنة إلا موحد. من بان جول تان سوى لاي كراو أمبي توحيد تجمبه الله سبحانه وتعالى. ثم قد يسألك إنسان يقول هل أنت موحد؟ جون كان لأقلا سورة تان نأين تاو جينا موحد تجمبه الله؟ تقول نعم أنا موحد. ين شلائتا نعم ين توحيد تجمبه الله سبحانه وتعالى. يقول لك اشرح لي بين لي ما هو التوحيد. جب بسن جيكي سورة تان نأين آج راي راب ركوري براب بانتا ويدو ده هذا التوحيد. فإذا عرفت التوحيد هذا معنى أنك موحد، وإذا لم تعرف التوحيد نقول أنت كاذب في هذا. أيوة بسنت جن دن نأج بأسرائيل بن نهاي بنتان نهاي أجمع التوحيد بسنت أتي بنتان نبأ بره نبمن أجمع التوحيد تجبو الله تعالى. ثم قد يسألك يقول هل أنت مشرك؟ جن هاي كو أتا كيسو تتان نأي شرك تجبو الله؟ تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. بينو جن شلاتا سوم بنجيه أمبي الله سبحانه وتعالى يوم بمجينا دالش نادال مشرك تجبو الله تعالى. يقول طيب ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ جاب سنجي سورة أويتو شرك دال كحام قاد دال الله بان حام قاد مجبو. إذا كنت لا تعرف الشرك نقول لعلك واقع في الشرك وأنت لا تدري عنه. ما سنجي يوم من دن أمبي بركا شرك تي جون كا يوم أتلق تجول نخنون تنوينا مويدال آج أجيون ها يوم تلق جول دا يوم من دن كلون.